كلامك مظبوط يا دكتور، بس المشكله ان انا بشتغل مهندسه في اسكندريه، فساعات بتفوتني بعض المحاضرات والسكاشن هنا في مصر. انا طبعا مقدر ظروفك دي، بس انت طالبه دراسات عليا لازم تتابع المحاضرات والسكاشن حتى لو استلفتيها من اي حد بيحضر على طول. من مين بس يا دكتور؟ ده انا باجي من محطه القطر على المحاضرات على طول، اخلص اطلع تاني على محطه القطر عشان ارجع اسافر، يعني ما بقدرش اكون اي صداقه مع زميل او زميله. طب ايه رايك ان انا عندي فكره، تكتبي ورقه صغيره كده وتحطيها في لوحه الاعلانات. ورقه ايه؟ انا مش فاهم. زي اعلان يعني، طالبه دراسات عليا من الاسكندريه بتطلب التعاون مع زميل او زميله بخصوص المحاضرات اللي بتفوتها. يا ريت يا دكتور، يا ريت. سرخم عليك قوي الدكتور ده يا اخي، مع اني سالته سؤال عادي. عندك مفروض يعني اقدم منه. لا غلس عصبي. اعمل له ايه؟ ايه يا محمود، وقفت ليه؟ يلا عايزين نلحق الشغل. اشوف الاعلانات يمكن يكون في ملازم جديده. ده بتاع رحله للسويس، وده طالبه دراسات عليا عماره من اسكندريه بتطلب اي زميل او زميله اعارتها بعد المحاضرات. ايه ده، احنا معانا ناس من اسكندريه دراسات عليا ولا ايه؟ مش عارف، يمكن هم الطلبه كتير. اه بس ده مش طالب، دي طالبه. احنا معانا يجي 6 7 طالبات. اه فيهم حد من اسكندريه؟ يا عم انا ايش عرفني؟ ما اقول لك عليا انا شيخ حاره الدفعه. يلا بينا. طب استنى بس، اصبر بس، اخد النمره بتاعتها. مهم برضو ان الواحد يعمل حاجه خير. اخيرا اخيرا يتحقق حلمي، واتشرفت بمعرفه احلى وارق واحده في النادي. مش للدرجات يا جو، انا ليا نظره في التحف. يوسف بيه، اهلا اهلا اهلا. يعني ما روحتش زي ما قلت لي؟ بصراحه اصلي قابلت الهانم صدفه. صدفه؟ اه، ما انت عارفه في حاجات بتطب على دماغ البني ادم زي القضا المستعجل، ما يعرفش جات له منين. عن اذنكم بقى، ورايا لفتين في التراك لازم اكملهم. عن اذنكم. قال لي علاء اعلان، يمكن حد من زمايلي تسلفك المحاضرات اللي بتفوتك. فعلا علقت الاعلان وحطيت فيه نمره الموبايل. يا ريت بقى حد يكلمني. ان شاء الله يا حبيبتي. المهم خدي دوش دلوقتي بقى عشان تفوقي من مشوار القطر لغايه محاضرتك الغدا. صح جدا كده. طب مش عاوزاني اساعدك في حاجه؟ لا يا نور عيني، انا النهارده بقى رجعت بدري من المدرسه، قلت اعمل اكل يكفينا 3 ايام. يا رب يعجبك يا جميل. ربنا يخليكي ليا يا احسن ام في الدنيا، انت اي حاجه من ايديكي بتعجبني. يخليكي ليا يا حبيبتي. يا رب اسعدها يا رب. انت مش هتاكل فراخ ولا ايه يا بابا؟ انا عامل الفراخ دي علشانك انت. انا راجل رياضي وبحافظ على صحتي. اكل خضار، عسل نحل، اشرب حليب، لكن اي حاجه ليها علاقه بالكوليسترول من بعيد او قريب ماليش دعوه بيها. ايه يا بابا، طب يعني الفراخ ليها علاقه بالكوليسترول؟ انا عارف، انا سامع انهم بيغذوها في المزارع على الهرمونات. هرمونات ايه بس يا بابا، ما كل الناس بتاكلها. يا سيدي انا راجل مؤسس وخايف على نفسي ومش عايز اكلها. كلها انت بالهنا والشفا. ماشي يا بابا براحتك. اه شكلها لذيذ جدا. طعمها هايل. بالهنا والشفا. بس لعلمك الطبخ بكره عليك انت. عارف طبعا. تحب تاكل ايه بكره يا بابا؟ اي حاجه من غير كوليسترول. تحب اعمل لك بكره فراخ؟ بقول لك من غير كوليسترول، تقول لي فراخ؟ نعمل ايه؟ او نديها اكل عزابي كده لحد ربنا ما يفك عقدتي وعقدتك. عقدتي يا بابا؟ عقدتي وعقدتك. انت تتجوز وارتاح منك، وانا اتجوز واشوف حياتي.
وندوق أكل الستات بقى. بابا هو حضرتك ناوي تتجوز يعني ولا إيه؟ إيه؟ لا حرام ولا عيب. أنت والدتك توفت وأنت في الإعدادية، كنت في عز شبابي، ما فكرتش في نفسي، إديتك الأولوية في كل حاجة، والحمد لله أديك اتخرجت وتوظفت وبتعمل ماجستير، يعني أنا ما قصرتش معاك في حاجة. أعيش بقى؟ عيش يا بابا عيش. ومالك بتقولها من تحت الدرس كده؟ لعلمك أن مفيش أي حاجة تمنعني من الجواز، الصحة والحمد لله كويسة ومقتدر، وعندي شقة مر، وعندي في النادي عرايس كتير قوي، ثم أنا ماشي اللي تصب عليا واللي تبتسم لي واللي تعزمني على ماتش التنس، ابوك مطلوب يا انا. يا بابا انا عارف شله النادي دول يا بابا، كلهم لا اما ارامل لا اما رشانات، وعايشين في دور المراهقه، صح ولا غلط؟ طب ايه رايك بقى؟ انا ممكن اتجوز واحده من البنات الصغيرين، انا بتعاكس لحد دلوقتي من اللي اقل من 30. ورينا انت بقى يا راجل يا اللي في عز شبابك يا اللي في مقتبل العمر، وريني واحده بس كده معجبه بيك. ياض احنا جيل مش هيتكرر، احنا زي الورد كل ما كبر ريحته فيه. طب يا بابا يعني فعلا حضرتك بجد ناوي تتجوز؟ ده اكيد، بس اطمن انا مش هعملها الا لما اشوفك في بيت العدل. الحمد لله انا شبعت، حسب الاتفاق اخر واحد يقوم من على السفره يغسل الاطباق. يا بابا حضرتك بتعمل الحكايه دي كل يوم مخصوص، تقوم بدري عشان تدبس انا في الاطباق. ماشي يا ريس. انا هغير هدومي ورايح النادي، عاملين دوري بلياردو وانا غالب الكل لحد دلوقتي، تحب تيجي معايا؟ لا يا بابا النهارده مش هينفع، عندي مذاكره كتير قوي. طيب براحتك، عن اذنك. مع السلامه. بلياردو، مسمي الطاوله بلياردو. أكيد حضرتك طبعاً ما تعرفينيش وأنا ما أعرفكيش، أنا بس قريت الإعلان بتاع حضرتك في الدراسات العليا النهاردة في الكلية. أيوه حضرتك أنا في القاهرة، عشان كده طبعاً بحضر كل المحاضرات والسكاشن. أتشرف باسم حضرتك؟ أنا اسمي سامية حسين، طبعاً مهندسة معمارية، أمال بعمل إيه في الدراسات العليا؟ الحقيقة أصل أنا بشتغل في اسكندرية وباجي مصر يعني لما ظروفي بتسمح، فتلاقي يعني أغلب المحاضرات بتفوتني. طب احنا عندنا محاضرات يوم الخميس الجاي ان شاء الله، ممكن نتقابل؟ اوكي، قدام لوحة الاعلانات اللي فيها الاعلان بتاعي. انا متشكرة قوي على اهتمامك. خلاص اوكي يا باشمهندسة، يبقى معادنا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعة 12 الظهر. اوكي ماشي يا ستي، مع السلامة. مع السلامة. مادام اوكي يا باشمهندسة يبقى مكالمة مع واحدة من الجنس اللطيف. انت مش هتبطل شغل المخابرات ده يا بابا، حضرتك هنا من امتى؟ من ساعة ما بتقول لها أنا قريت إعلانك في لوحة الإعلانات، ده إعلان إيه؟ إعلان جواز؟ لا يا بابا مش إعلان جواز، ده إعلان واحدة عايزة محاضرات من اسكندرية أهي. عاملة إعلان؟ إعلان عندنا في الكلية. ده سلم، عشان تستلم محاضرات. جديدة الحكاية دي. إيه رأيك؟ تاكل معايا؟ لا يا بابا أنا مش جعان دلوقتي. أعمل لك طبق سلطة فريش كده كويس. لا بابا بجد ماليش نفس، وبعدين عندي شغل كتير لازم اخلصه عشان بكره عندي اجتماع مهم جدا. طب ايه رايك في دور شطرنج؟ انا لعبت بلياردو دلوقتي خلصت على الكل، نفسي بقى اختمها بدور شطرنج. والله يا بابا كان نفسي العب مع حضرتك شطرنج، بس بجد انا مش فاضي، عندي شغل، الشغل اهم طبعا يا بابا. جيل ايه التعبان ده؟ مش فاضي ومش جعان وعمال يكلم بنات، جيل خايب. جيل خايب صح، وانت جيل شاطر. ايوه المهندسه ساميه. ايوه انا ساميه، حضرتك المهندس محمود انت فين؟ انا موجود قدام لوحه الاعلانات اهو،
حضرتك انا لابس تيشيرت برتقاني على زيتي ورافع ايدي اهو. خلاص شفت حضرتك، انا جاي على طول. اهلا وسهلا حضرتك. حضرتك؟ ايوه اهلا وسهلا، يعني اول مره اكتشف فعلا ان الموبايلات ليها فايده كبيره قوي. شفت؟ تسمحي لي بقى اعزمك على شاي وعلى المحاضرات؟ كفايه عليك عزومه المحاضرات وخلي عليا انا الشاي. انا اصلا ما كنتش عازمك على شاي، بس كان شاي وسندوتشات يعني. خلاص انا موافقه. ماشي اتفضلي. اتفضل حضرتك. اتفضلي. انت فعلا لقطه. لقطه ازاي يعني؟ منظم جدا وخطك جميل. ورقك يفتح النفس. يعني انفع؟ تنفع ايه؟ انفع اسلفك محاضرات؟ طبعا تنفع، بس يا ريت نقوم دلوقتي بقى ندور على مكتب تصوير مستندات عشان اصور المحاضرات دي، وبعدين اطلع على محطه مصر عشان الحق القطر. قوي يلا بينا. اتفضل. اتفضل. انت عندك كمبيوتر؟ طبعا. تدخل على الانترنت؟ اكيد. يبقى اكيد عندك ايميل. تصدقي بقى فكره كويسه جدا، بدل ما نصور المحاضرات انا ممكن ابعتها لك على الايميل بتاعك. خلاص يبقى انت تاخد الايميل بتاعي وانا اخد الايميل بتاعك. ايوه بس انا كده هتعبك قوي يا باشمهندس. يا ستي لا تعب ولا حاجه يا باشمهندس. كده يبقى كويس قوي. ياه ده انا لازم الحق القطر، هاخد تاكسي واجري بسرعه بقى. لا لا لا، وتاكسي ليه؟ انا العربيه هي موجوده، ممكن اوصلك انا كده رايح الفجاله. رايح الفجاله يعني مفيش مشكله. ده كده هتبقى لقطه. اتفضل. شكرا. يا ست الكل، انا سبق وشرحت لك الظروف كلها قبل كده. لا هتجوزك طبعا، بس بعد ابني ما يتجوز واطمن عليه. لا 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 لا، كام سنه ولا حاجه. انا ابني مهندس معماري في شركه كويسه وبيحضر ماجستير. اول ما ياخد الماجستير نشوف له عروسه. لا 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 لا، مين اللي هيعجز ده لحد هو ما يتجوز؟ انا شخصيا يعني في عز شبابي وصحتي كويسة الحمد لله. لا عندي سكر ولا روماتيزم ولا هشاشة عظام ولا أنيميا، ده بلبس نظارة ولا وصلت لسن اليأس ولا عمر الافتراضي قرب يخلص. بلاش لهجة التشاؤم اللي في كلامك ده، الحياة تبدأ بعد 60 يا روحي. أنا اخترتك أنت دونها عن الفراشات اللي حواليا في النادي عشان دمي خفيف ومتفائلة. هتقلبيها قلق وتوتر حكايتنا هتتلخبط. بعد اذنك يا كابتن لو سمحت. نعم عايز ايه؟ لا ده ابني محمود المهندس. نعم حضرتك اصلي يعني شغل التليفون من بدري جدا وانا عايز التليفون عشان هدخل على الانترنت، في حاجات مهمه جدا لازم اعملها. عايز التليفون يعني؟ لو سمحت يا بابا. معلش حياتي انت سهرانه مش كده؟ انا هكلمك بعد شويه. باي باي. لا اقفل انت الاول. تعال هنا. ايه يا بابا؟ انت يا ابني مش ناوي تخلصني منك؟ اخلصك ازاي يعني؟ يعني تشوف لك عروسه ويبقى لك بيتك وحياتك وتليفونك وسيبني انا كمان اعيش حياتي. اه ده
ده الحكاية فيها موضوع جامد جدا. واضح ان انت يا بابا داخل على جو جديد. انا حياتي كلها اجواء جديدة، بس المرة دي بقى الواضح كده ان ابوك واقع واقف. امورة لذيذة كده هانم، عندها بنتين بس اتجوزوا وسافروا امريكا، وهي بقت وحيدة وانا وحيد. فوق عن كده بقى غاوية شطرنج. ودي بقى حضرتك يا بابا اللي حاطط عينك عليها؟ ايوه انا اللي حاطط عيني عليها. اتفضل انت بقى وريني شطارتك وعشان تطلع من قرابيزي. والله يا بابا مدام حضرتك قلت لي، انا بقى هفتح لك قلبي واقول لك على كل حاجه. بجد؟ لقيت حد؟ قول. منظر على حد؟ لقيت ومنظر. مين؟ قول فرحني. بنت جميله جدا من اسكندريه، زميلتنا في دراسات عليا. الله الله على اسكندريه، احلى بنات في اسكندريه. تعرف يا ولا انا كان طول عمري بحلم ببنت من اسكندريه. بابا حضرتك انا منظر عليها ليا مش لحضرتك يعني. ما انا عارف، وانا مستنيك انت عشان يعني تنظر لي ولا تنقي لي. انا يا ابني على يعني راي الغنوة انا حواليا كتير، بس انا بقى لي مني دلوقتي انت. لقيت مين وفين وازاي وامتى وليه وهتعمل ايه؟ قول فرحني، افتح لي قلبك، افتح لي قلبك، افتح لي عقلك، قول كلمني. ما تتكلم يا جدع. مالك يا محمود؟ ليه ساكت النهارده؟ صراحة يعني أنا حاسس الفترة دي إن حياتي بقت منقسمة لأربع حاجات. أول حاجة الشغل، تاني حاجة كلية، تالت حاجة المذاكرة، و وإيه كمان؟ وإنت؟ أنا؟ الغريبة بقى إن أنت مخلية شغل في الشركة ممتع، ومخلية المحاضرات ليها طعم تاني خالص، والمذاكرة بقت هايلة. وبعدين؟ أنا صراحة يعني قبل ما أشوفك كنت بحلم بتصميمات العمارات وصبة الخرسانة وتشطيب الشقق، لكن لما شوفتك حلم اختلف خالص. بجد والله؟ آه والله. إيه؟ آه والله بحبك. نفسي يجمعنا بيت واحد، مستقبل واحد، وسفرة واحدة، ونخلف عيال واحدة برضه. أنت عايز تتجوزني؟ آه. وانا كمان. ياه، امال ما قلتيش ليه؟ بقالنا اربع شهور مع بعض ما نطقتيش ليه؟ يا سلام لما تقول انت الاول. طب ما انا قلت. وانا كمان قلت. خلاص يبقى انت ترجعي دلوقتي بقى على اسكندريه تقولي لمامتك ان محمود وباباه هيجوا يزوروكي ضروري جدا عشان اطلب ايدك. مين عامل لص؟ ها عمارة شيك من المباني الأصيلة اللي على حق، لأنك وقعت وقبي يا محمود. طالع لأبوك. ربنا يخليك يا بابا، بس احنا فاضل لنا لسه نص ساعة دلوقتي على الميعاد. يبقى كويس نضرب كده جولة جوه المنطقة، نشوف محل ورد جميل، محل حلوان نجيب، ولا عايز نخش عليهم كده بايدينا فاضيه؟ طول عمرك استاذ يا بابا. ماشي، قبل ما نلم الحاجات دي ان شاء الله هكون نص ساعه فات. تمام يا بابا، يلا بينا. يلا بينا. واضح يا يوسفين الاولاد اتفقوا على كل حاجه. طبعا مش مهندسين، رسموها وصمموها وهندسوها، وما علينا احنا بقى غير نمضي بالموافقه. لا معقوله يا بابا، ده حضراتكم برضو الخير والبركه. مظبوط كده يا انكل. مظبوط كده يا انكل. مهندسين رسمين كل حاجه مع بعض من الاول. والله حقهم، ربنا يسعدهم يا رب. بس احنا برضو الكبار واصحاب القرار، لازم نقعد مع بعض كتير كتير قوي عشان نتكلم كتير قوي برضو. ما هو الحب سهل لكن الجواز صعب، نجيب السهل ليهم ونخلي الصعب علينا احنا. ربنا ما يجيب حاجه صعبه ابدا. اصل الولا محمود ده. ايه ولد يا بابا؟ فوت يا اخي، قصدي الباشمهندس المحترم محمود بيه ده ابني محظوظ، بيضانه في القفص، وقف عروسه جميله، والدتها ست جميله، ومن عيله جميله. مش بقول لك محظوظ. عشان تعرف يعني ذوق ابنك يا بابا. الحقيقه بقى احنا اللي محظوظين بيكم يا يوسف بيه.
ربنا يخليك يا فندم. طيب احنا نستأذن احنا وان شاء الله لينا ميعاد تاني نتفق فيه بقى على الاجراءات. يلا يا بابا. يلا فين يا ابني؟ ده فاضل ساعتين على ميعاد القطر. يا بابا حضرتك يعني احنا نتمشى على البحر الساعتين دول على ما يجي ميعاد القطر؟ يلا. البحر يا ابني من البحر قدامنا اهو. اقعد شويه كمان. خلينا ننهل زياده من العائله الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها من نصيبنا. نتعرف ببعض كده اكتر واكتر. يا فندم اهلا وسهلا بيك، البيت بيتك. يا بابا ما ينفعش حضرتك يعني. اقولك حاجه كويسه، خد عروستك المهندسه وهندسوا مع بعض الخطوات اللي هتمشوها. اصل الجواز ده فيه مليون حاجه الواحد لازم يخطط لها. وانا بقى هقف مع فريده هانم في الشباك ده اشم هوا اليود اللي جاي من البحر مباشره، على بال يعني ميعاد القطر ما يجي. اتفضل يا فندم اتفضل. يا سلام، منظر البحر جميل، منظر مدهش فعلا. سادة اللي قال اسكندريه ماريه. يا سلام يا هانم لو الوقفه دي وكوبايه عصير فريش ودور شطرنج. شطرنج؟ تحب تلعب شطرنج؟ انا اموت من شطرنج. انا بقى بحب العب شطرنج، بس سامي يا بنتي ما بتعرفش. لا انا عارف واعرف كويس قوي. هات الشطرنج ونلعب طريق مع بعض. حالا. محمود بقى اذنك لحظه. اتفضل. شطرنج يا بابا، شطرنج. جايب حضرتك من مصر لغايه اسكندريه عشان تقول لي دورين شطرنج؟ والله ما واخدك معايا حته تاني. بلاش تاخدني، انا هروح لوحدي. يا بابا ما قلتليش بقى ايه رايك فيها؟ جميله ومحترمه وشيك وبنت ناس ودمها زي العسل. يعني عجبتك يا بابا؟ جدا، كفايه راجل انها حريفه شطرنج درجه اولى، ده غلبتني دورين. دورين ايه؟ حضرتك بتتكلم على مين؟ فريدة هانم. فريدة هانم مين يا بابا؟ أنا بسألك على سامية. وإيه يعني؟ وأنا لما أقول لك إن فريدة هانم جميلة ومحترمة وشيك وبنت ناس ودمها زي العسل، ما هو ده اعتراف ضمني برأيي في بنتها. هي بنت مين؟ مش بيقولوا اقفل القدر على فمها تطلع البنت لأمها؟ مش دي القضية دلوقتي يا بابا، أنت موافق على الارتباط بيها؟ لا مش على طول كده. التقل حب. إحنا يا دوبك لعبنا أربع أدوار شطرنج. هي كسبت دورين وانا كسبت دورين، ده مش كفايه قوي عشان الارتباط، لازم افهمها اكتر. يا بابا انا بتكلم على ساميه مش على مامتها. هو احنا جايين اسكندريه عشان حضرتك تخطب لي ولا عشان انا اخطب لك؟ يا سيدي مش مشكله، انت تخطب لي انا اخطب لك، احنا الاثنين نخطب لبعض، مش مهم. مش بيقولوا الناس لبعضيها يا ابني، فما بالك بقى انت ابني وانا ابوك. يعني انت موافق على ساميه يا بابا؟ يعني انت موافق على فريده؟ بتضحكي على ايه يا ماما؟ انا نكته افتكرتها. تصوري طول ما هو قاعد يلعب معايا شطرنج عمال يقول لي في نكت. هو مين ده اللي كان بيقول لك في نكت؟ جو، قصدي يوسف بيه ابو محمود. طول ما احنا قاعدين نلعب شطرنج عمال يقول لي في نكت. بقالي سنين ما تحسش بالطريقه دي، انا حاسه ان قلبي بيوجعني. سلامه قلبك يا ست الحبايب. أنا بسألك عن محمود، إيه رأيك فيه؟ محمود؟ محمود إنسان كويس جداً جداً، ربنا يتمم له على خير. بس عرفي بابا، أول ما تشوفيه كده تحسي إنه صاحبه، أخوه الكبير، بس مش بابا أبداً. أصل إنسان كده رياضي وقلبه شباب، الحبة اللي قعدتهم معاه ما حسيتش بالوقت أبداً. المهم طمنيني، قلتي إيه لمحمود؟ يعني اتفقنا على الخطوط العريضة، مفيش قدامنا غير مشكله الشقه. ايه ده، هو ما عندوش شقه؟ هو وبابا عايشين في شقه كبيره قوي في الزمالك، بس هو ناوي ياخد مبلغ من بابا ونبدا كده في شقه صغيره ونكبر مع بعض. يعني ايه قررتوا تعيشوا في مصر؟ يعني الله. طب وشغلك اللي هنا في اسكندريه؟ ما انا مهندسه، ومحمود ممكن ينقلني مع الشركه وهو نبقى قريبين من الجامعه، نخلص الماجستير والدكتوراه. طب وانا بقى هسيبوني هنا في اسكندريه لوحدي؟ ها تصوري يا ماما، احنا ما فكرناش في الموضوع ده خالص. طبعا من اللي احبابه نسى اصحابه. يا حبيبتي فكرتوا في كل حاجه، الدكتوراه والماجستير، ونسيتي امك حبيبتك هنا في اسكندريه.
بس أوعدك إن إحنا نعيد التفكير في الموضوع ده كله. لا على إيه؟ ما تعدوش تفكير ولا حاجة، أنا بس بفكر في نفسي، هقعد إزاي في شقة طويلة عريضة كده لوحدي؟ ده أنا ممكن أتجنن، ممكن أموت. أوعي تقولي كده يا ماما، بعد الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر عليك. أنا بابا اللي فاضلي في موضوع الجوازة دي كلها الشقة. أني شقة؟ الشقة اللي هتجوز فيها سامي. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا معيش فلوس عشان أشتري بيها شقة. هلا هو يا ابني الشركة اللي أنت شغال فيها مهندس مش بتبني شقق؟ بتبني شقق. طب ما يدوك شقة من اللي بيبنوها. يدوني شقة إيه يا بابا؟ وأنا شغال في فرن في آخر النهار يدوني خمس ترغيفة. دي شركة مقاولات كبيرة بتبني شقق عشان تبيعها. أنا بفكر بقى يا بابا إن أنا آخد من حضرتك يعني سلفة زي قرض هرجعهولك تاني إن شاء الله أشتري بيه شقة صغيرة. وأجيب لك منين المبلغ ده؟ ومش أنت حاطط وديعة في البنك؟ حاطط وديعة في البنك. بس أنا بعيش من دخلها الشهري، من فوائدها الشهرية. 70,000 جنيه بيجيبوا لي 700 جنيه في الشهر، زائد فلوس المعاش، وهي بتمشي. هي نقابة المهندسين بتاعتكم مش عندها شقق؟ عندها شقق، بس ده طابور طويل بتاع 5,000 واحد مقدمين قبلية على ما اجي اتجوز تكون العروسة ماتت. طب وايه اخبار قانون الايجارات الجديد؟ موجود يا بابا، ممكن اخد اي شقة بس غالي عليا بتاع 1,000 جنيه 1,500 في الشهر. مشكلة فعلا، حكاية الشقة دي مشكلة. تشربوا حاجة تانية يا يوسف بيه؟ هات لنا قهوة زيادة. وهات لي شرب لبن حليب ساقع. تحت امرك. شوف يا محمود، حكاية الشقة دي ليها حل. حل ايه؟ الحقني والنبي يا بابا. ان انا اتجوز عروسة عندها شقة اسكن معاها، واسيب لك شقتنا دي انت وعروستك. معقولة يا بابا تتجوز يا بابا؟ ليه لا؟ هي دي انت ايه؟ البس العروسه دي بلا واخدها عند المأذون كاتب الكتاب، واخدها نقضي شهر العسل في اي مكان واعيش بقى. ولا ايه؟ عايز نقعد لوحدي كده بين اربع حيطان زي قرد قطع واكلم نفسي زي المجانين؟ ليه يا بابا اتكلم نفسك زي المجانين بس يا بابا؟ ما فيش شغاله موجوده، وغير كده انا ان شاء الله كل يومين ثلاثه هبقى اجي لك يعني. يا سلام، وعيش انا بقى تحت رحمه الشغاله واتسنى فين وفين لما حضرتك تعدي عليا؟ لا يا حبيبي، انت تتجوز من هنا وبعدها باسبوع انا وراك على طول. ايوه كفاية، عيش العمر كله شغال لك أب وأم، لا رضيت أعيش حياتي ولا رضيت أجيب لك مرات أب. يا بابا ماشي يا بابا براحتك. طب العروسة بقى اللي عندها شقة دي موجودة؟ لا، إذا كان على العرايس اللي عندهم شقق كتير قوي، أبوك له جماهيرية كبيرة قوي، بس أنا محتار أختار دي ولا دي ولا دي، أصلهم كتير قوي. بس بقى في عروسة لقطة أنا حاطط عيني عليها، لو حصل يبقى كل المشاكل اتحلت. حلو قوي، مين بقى العروسه دي يا بابا؟ لما اتاكد هبقى اقول لك. دي مشكله يا محمود، فعلا مشكله. طب وانت رايك ايه؟ شوف يا محمود، الكلام مش هينفع في التليفون. انا بعد بكره ممكن اخد اجازه وانزل مصر، هتلاقيني قدامك. طيب يا محمود، محمد رسول الله فين؟ في ايه؟ الشقه يا ماما. والد محمود مش هيقدر يساعدنا بمبلغ ندفعه مقدم للشقه، بيقول انه حاطط فلوس وديعه في البنك وعايش من فايدتها جنب المعاش. والله انا شايف انه كلام منطقي جدا، يعني راجل في سنه وعلى المعاش ومحتاج لمصاريف، والدنيا زي ما انت شايفه بقت غاليه نار. هو بيقول انه ممكن يدينا شقته نعيش فيها انا ومحمود لو هو لقى عروسه عندها شقه. ايه ده؟ يوسف بيه بيفكر يتجوز؟ تصور يا ماما، عايز يتجوز وهو في السن ده؟ ومالها السن ده؟ ها؟ راجل الحمد لله صحته كويسه جدا ورياضي ومقبل على الحياه وعايز يعيش الحياه دي. وبعدين ما تنسيش ده اترمل سنين طويله جدا عشان يربي ابنه ويكبره ويعلمه، ومحمود خلاص اتخرج وخطبت كمان، يعني الراجل ادى كل رسالته. نقوم نقول له خلاص اتركن على جنب، مالكش لازم ابدا، ها؟ حياتك خلصت زي خير الحكومه. ايوه يا ماما، بس مين اللي هتوافق تتجوز واحد عجوز كده؟ كل فوله ولها كيال يا حبيبتي، اكيد هيلاقي انسانه ليها نفس الظروف بتاعته، يمكن تكون من سنه او اصغر شويه، وهتقبل تتجوزه وتبقى سعيده جدا بالجوازه دي. معقوله يا ماما؟ ناس عواجيز زي دول عايزين يتجوزوا ليه؟ عشان يبداوا حياتهم من جديد
ولا يمكن كمان عايزين يخلفوا. انا برفض بقى كلمه عواجيز دي. مش ضروري يا ستي انهم يبداوا حياتهم من جديد، لا، يواصلوا حياتهم، يعيشوا اللي فاضل لهم من حياتهم، ومش بالضروره ابدا عشان ينجبوا اطفال، لا، عشان ما يحسوش بالوحده، عشان يلاقوا الونيس، عشان يعملوا كل اللي ما قدروش يعملوه زمان ايام ما ادوا كل حياتهم ومجهودهم لاولادهم. ايه الكلام ده يا ماما؟ ماله كلام؟ يعني انا ومحمود لما نتجوز ممكن حضرتك تفكري تتجوزي؟ انا ما فكرتش في الحكايه دي، لكن انا شايفه انها مساله مقبوله جدا انسانيا واجتماعيا ودينيا، يعني مش حرام. انا ما قلتش انه حرام، بس بالنسبه للمجتمع والناس ده شيء مش ظريف. امال ايه اللي ظريف بقى؟ ها الظريف ايه؟ ان الارمل النهارده او الست الوحيده يقفلوا بابهم عليهم ويقعدوا لوحدهم يعيشوا على الذكريات وبس، يقعدوا يكلموا الصور القديمه اللي على الحيطان، ولما يعوا او يحصل لهم اي حاجه يطلبوا اولادهم المشغولين بحياتهم الخاصه يقول لهم تعالوا الحقونا، وما يقولهمش يمكن يبعتوا لهم ممرضين يخلوا بالهم منهم، او يمكن يشغلوهم على بيت مسنين لحد ما ربنا يفتكرهم. انا شايفه ان ده حرام، ده قمه الظلم كمان. اهلا وسهلا فريده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. انا اسف قوي عليك حضرتك، يعني ما خليتنيش استناك كتير، جيتي في ميعادك بالظبط. ما انت عارف سيادتك وظيفتي يعني كمدير مدرسه بتحتم علي الانضباط. خير مكالمتك النهارده الصبح علقتني قوي. انا اسف، انا ما كانش قصدي عليك. اللي حصل يعني ان انا صحيت الصبح بدري وانا بجري في النادي زي عوايدي، فجاه افتكرتك فقلت اكلمك فطلبتك، وانا بكلمك اتمنيت اشوفك، فقلت اجي اسكندريه عشان اكلمك في موضوع مهم. واديك وصلت بالسلامه. ايه بقى الموضوع المهم اللي كنت عايز تكلمني فيه؟ اتفضلي الورد ده، انا منقيه مخصوص عشانك. شكلي قوي، ذوقك جميل قوي. بصراحه انا فكرت يعني الف وادور واقول لك ان انا جاي اقابلك عشان نتكلم في تجهيزات الفرح بتاع ابني محمود وبنتك سمير، لكن الحقيقه غير كده خالص. غير كده يعني ايه؟ مش فاهم. اذا كان قلب محمود ابني وقلب سامية بنتي اتجمعوا على الحب، فمن الطبيعي والمنطقي جدا ان قلوبنا احنا الاثنين تتجمع على الحب. والله بعد سامية بنتي وابنك محمود ما يتجوزوا، من الطبيعي والمنطقي ان احنا هنبقى عيله واحده، واكيد العيله الواحده هتحب بعضها. ما ينفعش نبقى عيلتين. عيلتين؟ مش فاهم. من الاخر كده مدام فريده تقبلي تتجوزيني؟ اتفاجئتي واتصدمتي مش كده؟ لا، هو الحقيقه لا اتفاجئت ولا اتصدمت، بس انا حاسه كده انك انت اتسرحت شويه. بالعكس انا ما استعجلتش، يمكن عشان الواحد عجز قيمه الوقت عنده زادت. الدقيقة اللي تمر من عمر واحد زي حالاتي تمنها غالي قوي، مش لازم اضيعها. كمان انا رجل ناضج مش مراهق، يعني حكمي على مشاعري اصدق واسرع من الشباب اللي زي اولادنا. وانا موافقه. بجد؟ يعني انت موافقه تتجوزيني؟ لا، انا موافقه على المبدا، موافقه على راي حضرتك ان الانسان لما بيكبر ينضج بيبقى حكمه على مشاعره احسن واصدق. يعني انت برضه بتبدليني المشاعر؟ يوسف بيه ارجوك ما تحاولش تورطني ابدا في اي اجابه دلوقتي. انا كل اللي اقدر اقوله لك انك انت انسان كويس، دمك خفيف قوي قوي، وشكلك يعني مقبول، بس الحقيقه ان انا محتاجه اني افكر لوحدي. تحب نفكر سوا؟ بعد اذنك افضل افكر لوحدي. خلاص يبقى نتغدى سوا. لا ما اقدرش، اصل الحقيقه مفيش اصل. اصل ايه؟ بنتك ساميه نزلت مصر تقابل محمود ابني، بدل ما ترجعي البيت وتتغدي لوحدك وانا اقعد هنا اتغدى لوحدي، ما نتغدى سوا ونفتح نفس بعض للاكل وللحياه. ارجوك ارجوك ما تقوليش لا. وبعدين مش عارف اعمل ايه. تعمل ايه في ايه يا محمود؟ في حكايه الشقه الرشوه اللي بابا عارضها عليا عشان اسيبه يتجوز زي ما هو عايز دي. والله انا مش شايفه ان الحكايه فيها رشوه ولا حاجه. باباك اختار يتجوز واحدة عندها شقة عشان يسيب لك الشقة انت تتجوز فيها. باباك بيفكر بعقل، يعني ما دورش على بنت صغيرة روش عشان يتجوزها، اختار واحدة مناسبة لسنه وكمان لظروفه. ايوة
ايوه ما هو برضه مفيش بنت صغيره هتوافق انها تتجوز واحد معدي 60 سنه يعني. كتير يا محمود، باباك لطيف ودمه خفيف وكمان عنده شقه، يعني ممكن كتير قوي من البنات يجروا وراه. وبعدين خلي بالك الجواز دلوقتي بقى فيه مشكله كبيره بالنسبه للبنات. ايوه بس هاي يا مودي. اهلا وسهلا مودي. حضرتك انا مودي يعني؟ انت مش مودي ابن جو؟ ابن يوسف بيه. اه لا، مدام بابا بقى جو يبقى لازم طبعا ابقى انا مودي، وضع طبيعي طبعا. انا عارفاك، باباك شاور لي عليك مره. انا ميمي صاحبته. صاحبته؟ ايوه صاحبته. هو فين النهارده ده؟ انا قلبت عليه النادي. قلبت عليه النادي بالكلب البوليسي اللي مع حضرتك ده؟ هو الحمد لله كويس قوي انه ما جاش النهارده يعني. بس لما تشوفه قول له ان ميمي بتقول لك هاي. باي. مين دي يا محمود؟ ما اعرف. حاجه الساعه محمود بيه. شكرا مصطفى. بعد اذنك يا محمود بيه. ايه؟ في موضوع كده كنت عايز حضرتك فيه. خير؟ جيهان هانم اللي قاعده على الترابيزه هناك ديت. ايوه اللي هناك دي. تسال حضرتك الوالد فين النهارده؟ ايوه يعني مين هي مدام جيهان دي؟ جيهان هانم بتاعت التنس. بتاعت التنس؟ اللي شبه الشبكه دي. تنس ازاي يعني؟ مش فاهم. انا اسف، انا قصدي ان والد حضرتك بيلعب على طول معايا تنس. اما مدام راجيه فدي اللي على طول بيلعب معاها شطرنج. اما بقى محسن هانم فدي غاويه جري ولف حوالين تراك الملعب. هي ويوسف بيه دايما مع بعضهم. خلاص يا عم خلاص، انت هتسيح لبابا ولا ايه؟ عموما اي واحده فيهم تسالك على ايه اقول لهم ده مش ابنه. خلاص تحت امرك يا محمود بيه. اي خدمه تاني؟ شكرا يا سيدي، مع السلامه. شفت؟ شفت ايه؟ شفت معجبات اونكل كتير ازاي؟ ارجوك بقى دور له على عروسه عندها شقه وجوزه. والله على رايك، احنا نلحق بقى نجوزه قبل ما ينحرف ويجيب لنا مصيبه. أنا أحبها. وتحبني. حلوة حلوة حلوة. مساء الخير يا بابا. مساء النور. طفيت عبد الحليم ليه؟ ولعت تاني؟ لا خلاص مش مهم. أنت اتعشيت بره؟ لا والله يا بابا لسه ما اتعشيتش. كويس أوي. عندك المطبخ بقى فيه شوية سمك على جمبري على كابوريا، انما ايه؟ ما حصلوش. معقول يا بابا هنتعشى سمك بالليل كده؟ فوسفور يا ابني، فوسفور. وسمك ايه؟ خارج الميه بيلعبط كده، طازه. يتنقى ويتعمل قدامك من احسن محل في اسكندريه. اسكندريه؟ الله. مين بقى اللي بعتهولك من اسكندريه؟ ما حدش بعتهولي، انا رحت جبته بنفسي. معقول يا بابا؟ حضرتك رحت اسكندريه مخصوص عشان تشتري سمك؟ لا، انا ما رحتش مخصوص عشان اشتري سمك. انا رحت مخصوص عشان ازور حماتك فريده هانم. فريده هانم والده ساميه؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ مش والده خطيبتك تعتبر ذات قريبتنا؟ يعني من العيله، فمن الواجب نروح ازورها واطمن عليها. بابا ايه الحكايه بالظبط؟ انت عندنا من زمان وانا حافظك وعجنك وخبزك. ايه يا ولد عجني وخبزني دي؟ ايه يا ولد؟ فاكرني رغيف عيش ولا اسكح؟ يا بابا حضرتك فريده هانم دي غير ميمي بتاعت الكلب وسوسو بتاعت المعزه وراجيه التانيه دي بتاعت القطه. ايه ده؟ انت عرفت البنات دي ازاي يا ولد؟ بنات ايه بس يا بابا؟ ما طول ما انا قاعد في النادي كل واحده منهم تيجي تقول لي بابا فين؟ انا ميمي، بابا فين؟ انا سوسو، بابا فين؟ انا توتو، وكل ده بيحصل قدام ساميه. ساميه خطيبتك؟ ساميه خطيبتي طبعا. جميل، هايل. وايه اللي جميل وهايل يا بابا؟ لما ساميه خطيبتك تشوف كل المعجبات دول وانا فضلت والدتها عليهم طبعا هتقدر مشاعري. مين؟ فريده هانم؟ ايوه فريده هانم. ما انا رحت لها اسكندريه النهارده عشان اعبر لها عن مشاعري. بيني وبينك انا من يوم ما شفتها وانا تمنيت ان الست دي تشاركني حياتي. ايوه ست فاضله هانم كلاس واسكندرانيه. دي بقى اللي قشت كل الارشامات بتوع النادي. يا سلام يا سلام لو وافقت. انت هتتجوز ساميه وتقعد هنا في مصر وانا اروح الازاريطه اعيش جنب حبيبه القلب. يعني انت رحت يا بابا اسكندريه مخصوص وقابلت حماتي وفتحتها في الموضوع وعبرت لها عن مشاعرك كمان؟ طبعا. وقالت لي اديني مهله افكر. تفكر في ايه يا بابا؟ في الجواز. الله، احنا بنلعب. بس واضح يا ماما ان حماية ده شيء قوي. طول ما احنا قاعدين انا ومحمود في النادي الستات بيسالوا عنه.
اللي بيلعب معها تنس واللي شطرنج واللي جري؟ ميمي وراجيا وجيهان، راجل عايش حياته براحته قوي. الو ايا مين؟ ازيك يوسف بيه؟ خطير من الفرحه عشان بكلمك. والله انا كنت عايز اطلبك من بدري، بس الولد محمود ابني مسك دماغي من ساعه ما رجعت، وهات يا راغي، ولما دخل ينام قلت اعيش معاكي بقى. وش معنى انا بقى اللي عايز اعيش معاه؟ ما عندك يعني جيهان وميمي وراجيا، وايش التنس وايش الجري وايش لعب الشطرنج؟ على الاقل وانت معاهم مش هتهرب مكالمه لحد اسكندريه. معقوله يا فريده هانم بتغير عليا؟ يا سلام، اغير عليك بامره ايه؟ شوف بقى، انا كل اللي بيني وبين حضرتك انك انت هتجوز ابنك لبنتي، وانا يهمني طبعا ان حما بنتي يبقى انسان محترم. فريده هانم، انا طول عمري بدور على ملكه أميرة تشاركني قلبي وعمري وحياتي. الأسامي اللي أنت قلتيها دي لستات كنت أعرفهم قبل ما أشوفك وأتعرف عليك، لكن خلاص اتمسحوا من حياتي، اتمسحوا من أجندة تليفوني كأني ما عرفتهمش طول عمري. جمالك ورقتك وقلبك الحلو شطبوا على الكل. جايز قبلك كان فيه كتير، لكن بعدك خلاص مفيش. يا سلام يا اخويا، اسمع كلامك اصدقك، اسمع اخبارك استعجب. لا صدقيني من غير ما تستعجبي، واكبر دليل على غلاوتك عندي اني طلبت ايدك للجواز. مفيش راجل حر وما عندوش مسؤوليات يطلب الجواز الا اذا كان بيحب، وانا فعلا بحبك. سكت ليه؟ لازم اعرف ردك حالا دلوقتي. لا ما اقدرش ارد عليك دلوقتي، انا عايزه اتاكد انك انت يعني ما بتتشقاش معايا، وانك انت واخد الموضوع جد. هستنى لما اتاكد. اوكي طيب، تصبح على خير، مع السلامه. بتغير، والله بتغير، والغيرة أكبر دليل على الحب. يا سامية. ايوه يا محمود. ايه ده، انت مش هتستنى ما ننزل مع بعض؟ لا استناكي طبعا، انا هنزل بس احاسب وابعت حد ياخد الشنط. طب خلي بالك ان احنا نعدي على ماما، عايز اخد شويه حاجات قبل ما اروح الساحل الشمالي. ماشي مفيش مشاكل، بس جهزي بسرعه. حاضر. شوفي يا حبيبتي، الفيل بتاعك بيموت. سيبك من الفيل يا عينيا وركز معايا كويس قوي. ايه؟ شوف يا جو، كش مالك يا حبيبي مات. ايه العبقريه دي؟ عملتيها ازاي دي؟ ما احنا كمان لعيبه، احنا كمان حلوين قوي، حلوين قوي فعلا. طب اقول لك ايه؟ ايه يا عينيا؟ دور جديد وحاجه
هكلمك برضه يا روح قلبي. انا عارف هتكلميني على طول. انا عارف. يلا حبيبي. مش عارف يعني بس. يلا يا شو. صباح الخير. يا صباح النور. ايه المفاجأة الجميلة دي يا عريس؟ انا اللي مفاجأة؟ حضرتك اللي مفاجأة دلوقتي، مش كان المفروض تسافر بعد فرحنا على طول يا بابا؟ اصل ماما هو اونكل بات هنا ولا بات في اوتيل وجه الصبح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ماما ده اونكل بالجلابية وحضرتك بقميص النور. ما هو ده الشيء الطبيعي لأي عرسان. عرسان؟ ومين دول العرسان؟ ما هو يوم الفرح لما انتوا اتأخرتوا عند الكوافير انت وعروستك، وجه المأذون، قلنا بدل ما نسيبه قاعد من غير شغل نخليه يعمل حاجة. ماما يا حبيبتي زي ما جو قالك كده، احنا لقينا المأذون قاعد فاضي قلنا اكتب كتابنا لحد انتوا ما توصل. ما هو ده اللي كان لازم يحصل. امال يعني اسيب لكم شقه الزمالك انت ومراتك تعيشوا فيها وعيش انا فين؟ قلت احسن مكان اروح فيه اجي هنا. دور جديد بقى. دور جديد يعني؟ بس برضه هغلبك. وماله اغلبيني يا احمد اغلبيني. شوف يا سيدي. كش مالك. كش مالك ايه؟ ما خلص الدور ديك خلص، احنا خلصنا. لا يا حبيبي احنا ما خلصناش ابدا، احنا يا دوبك بنبتدي. ابا اديني.